بعيدا عن المعارك التي تجري على أراضي مدينة حلب، ونتيجة لتفاقم النزاع وما سببه من ترد للأحوال، كان للوضع الإنساني لأهالي المدينة أن يصرخ معتليا أصوات الرصاص، وما كان أهالي حيي بستان القصر والكلاسة إلا جزءا من هذه الكارثة الإنسانية. هاي مكان معيشة العائلة، الجماعة نازحين وعايشين في المأمن لأنه ما في بيت يقويهم، الله يكون في عون الخلق. هذا الحال شجع بعض الشباب الناشط أن يمد يد العون بتشكيل لجان إغاثية تقدم المعونات لأهالي الحي. ما لبث أن تطور هذا العمل وتوحدت الجهود، وتم الإعلان عن تشكيل المكتب الإغاثي لحيي بستان القصر والكلاسة، والذي يعد ركنا هاما من أركان مجلس الحي القائم هناك. شكل هذا المكتب من مجموعة شابة تكاد تصل أعدادهم إلى 60. أبدع أعضاء هذا المكتب بعملهم، فوضعوا الخطط ووزعوا المهام وأنشأوا مؤسسة متكاملة، فاتخذوا مستودعا للمواد الأولية وأوكلوا مهمة التحصيص والتعبئة ل15 متطوع في 5 مراكز. يعملون على الرغم من الظروف السيئة التي تواجههم، بداية من تعبئة المواد الأولية وتقسيمها إلى تحصيصها وتخزينها، ومن ثم نقلها إلى مراكز التوزيع. قسم الحي من خلال هذا المكتب إلى 6 أقسام، يشرف على كل قسم مدير و4 كشافين، مهمتهم مسح البيوت المحتاجة وتقديم الكشوف المتفق عليها لتوزيع المعونات الغذائية في تاريخ محدد. الجدير بالذكر أنه تم في الشهر الحالي الكشف عما يقارب عن 3500 أسرة في الحي في مدة لا تتجاوز 10 أيام. بعد تقديم الكشوف تأتي مرحلة التوزيع، حيث تم الاعتماد في كل قسم على مركز معين ليتوافد إليه المواطنون المستفيدون من المساعدات، ثم يدقق اسم المواطن ضمن الجداول التي أعدت في مكتب الأتمتة، ويتم استلام الإيصال الذي تم توزيعه أثناء الكشف الميداني وتسليم بطاقة اعتماد يحصل بموجبها المواطن على حصة شهرية تتضمن علبة حليب للأطفال ومبلغا نقديا رمزيا لأصحاب الاحتياجات الخاصة. وبسبب معاناة مثل هؤلاء الأبرياء، قطعت كوادر المكتب الإغاثي عهدا بالمضي في عملهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.